أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أهم وأبرز ما رصدت الصحف العالمية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم، نبدأ من صحيفة العربي الجديد ومقال الكاتب إياد الدليمي، حيث يقول فيه: في خضم هذا الوضع الإيراني المتفجر وفي ظل وضع داخلي قابل للتصعيد ومفتوح على كل الاحتمالات والصعود، خصوصا مع تعثر مفاوضات النووي الإيراني مع الغرب، وصل إلى بغداد نهاية الأسبوع الماضي المنصرم قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قائاني، وهدد باجتياح أراضٍ عراقية في شمال العراق، ويحمل تهديد قائاني هذه المرة موقفاً إيرانياً مغايراً تماماً لطبيعة عملياتها العسكرية المتكررة على العراق لتحديد وتحييد عناصر إيرانية كردية معينة كما يبدو. وتقول الصحيفة ويضيف الكاتب أيضاً: إيران تسعى من خلال هذا التصعيد إلى تصدير فشلها الداخلي في قمع الاحتجاجات وتصدير مشكلاتها، خصوصاً أن أي عملية اجتياح بري قد تقابل بموقف دولي يتجاوز طبيعة المواقف الدولية المتخذة حيال قصفها المتكرر إقليم كردستان العراق. لا يبدو أن لدى حكومة بغداد أي اعتراض على قيام إيران بعملية من هذا النوع، خصوصا أن العلاقة بين بغداد وأربيل لا تبدو في أحسن حالاتها، على الرغم من أن موافقة الأكراد على محمد شياع السوداني مرشحا للإطار التنسيقي كان بمثابة منح قبلة الحياة لقوى الإطار من أجل المضي في تشكيل الحكومة. ما أراده قائاني من الزيارة والتهديد العلني الذي وصفته مصادر عراقية بالوقح هو إرسال رسائل في اتجاهات عدة تعتقد طهران أنها متورطة في ملف الاحتجاجات، سواء للسعودية أو أمريكا، فهي تعرف جيداً أن مغامرة الدخول إلى إقليم كردستان ولو بحجة تطهير المنطقة الحدودية من العناصر الكردية المعارضة لإيران سلاح ذو حدين، فهل تفعلها إيران أم تبقى رسائلها مجرد رسائل عنوان بلا محتوى؟ هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها منظمات الأمم المتحدة بتوقيع اتفاقيات مع جهات ومؤسسات حكومية عراقية تحاول من خلالها معالجة مشكلة النساء خاصة والشباب عموما، وتنفيذ التوصيات أو بعض التوصيات المطروحة في مئات التقارير الأممية والمحلية الموثقة بالإحصائيات والشهادات لتحسين الأوضاع. حيث تقول الكاتبة هيفاء زنجنة: تثير مواظبة الأمم المتحدة على عقد المؤتمرات وتوقيع الاتفاقات والاتفاقيات مع النظام ومعظمها بمباركة أمريكية تساؤلاً حول جدواها مع تجنب إطلاق حكم بسوء النية الدائمة أو منهجية إلحاق الضرر أو التبعية المطلقة لسياسة الدول العظمى. ومنبع التساؤل هنا مبعثه التردي المتزايد لوضع المرأة، وقلما يوجد ما يثير الأمل بالتحسن ولو لبضع خطوات ربما خارج نفق المآسي الاقتصادية والسياسية وحتى المجتمعية المظلم. هذا النفق المظلم والمتبدية في تفاصيل العنف الأسري بالإضافة إلى العنف الذي تتعرض له المرأة في الفضاء العالمي. لا يقتصر وضع المرأة المزري على ارتفاع حالات تزويج القاصرات، بل تشير كل التقارير إلى ازدياد نسبة العنف الأسري ونسبة دعاوى الطلاق، بل وصل الانحدار إلى القاع مع تجارة الجنس وما تتعرض له النساء من استغلال ومعاملة لا إنسانية. فما هو سبب هذا التردي والتدهور العام على الرغم من كثرة المؤتمرات وتوقيع الاتفاقيات ووجود منظمات المرأة؟ هناك عدة أسباب، أولها عدم تطبيق القانون والاتفاقيات، فمعظم حالات تزويج القاصرات تتم خارج المحاكم وبعقد زواج في مكاتب رجال الدين المنتشرة كالبثور على وجه مراهق، ويغض النظام النظر عن وجودها، كما انتشار الدعارة
إذ من المعروف أن أطرافاً سياسية وجهات حكومية وحزبية تسيطر على المكاتب والبيوت أو تتجاهل وجودها لأنها توفر لها مصدر ربح بشكل أتاوات يجنبها التجريم. فهل من مصلحة نظام كهذا تنفيذ الاتفاقيات الموقعة لصالح المرأة بعد أن باتت سلعة تحقق الربح؟ جاء في المدى حول جداريات ثورة تشرين وفوزها بجائزة إبداعية كتبت شهد الراوي مقالاً في صحيفة المدى جاء فيه بإعلانها فوز الأعمال الفنية التي أنتجتها ثورة تشرين بمسابقة تحمل اسم الفنان الملهم ضياء العزاوي تكون جائزة تميز قد نقلت هذه الأعمال من حقل الاحتجاج الشعبي إلى مجال الفن بالمعنى العام للكلمة وتميز مؤسسة معمارية رصينة مقرها جامعة كوفنتري البريطانية يديرها مجموعة من الشباب المعماريين المهتمين بالإرث المعماري والفني كذلك وتشترك في لجان تحكيمها مجموعة من معماريين معروفين رصينين على مستوى العالم ككل وكانت الخالدة زهاء حديد قد ترأست واحدة من أولى لجانها تضيف الكاتبة كذلك إذن نحن بصدد تقييم أكاديمي غير متحيز للمعنى الثوري الذي حملته رسومات الغرافيتي التي رافقت الحدث العراقي الأهم ومنحته معنى جماليا يشير إلى الأهداف المدنية لتشرين ويعززها. اليوم إذ تستعيد هذه الأعمال حضورها من خلال فوزها بجائزة ضياء العزاوي للفن العام وهي المسابقة الأحدث في مسابقات تميز فإنها تستقر في التاريخ كمعطى جمالي يبدو مستقلاً عن لحظة ولادته ولكنه لا يبتعد عنها تستعاد معه فكرة الوطن الذي تبناه المخيال الشعبي بعد واقعة تشرين كما أن تلك الأعمال تعد الولادة الحقيقية لفن الفضاء العمومي الذي تأخر في الدخول إلى العراق بعد أن حقق حضوره في معظم مدن العالم وعواصمه حتى صارت ظاهرة الجرافيتي تشكل مدخلاً إنثروبولوجياً لقراءة علاقة المجتمعات الجمالية بالفنون من خلال متاحف الجدران والجسور والمرافق العامة والشوارع إنه سحر الثورة عندما يأتي ممسوساً بالحب والشغف والرغبة العميقة بالتغيير فيقترح ماكيتاً صغيراً للوطن الحلم في نفق التحرير يأتي بهذه الفنون مع ولادة جديدة وشابة للهوية الوطنية التي منحتها تشرين موضعاً تاريخياً فاصلاً في الذاكرة العراقية يقول الكاتب طلال عوكل في صحيفة الأيام الفلسطينية في غزة الناس يعيشون بدافع البقاء وحب الحياة والأمل والتمسك بالإرادة والتفاؤل بهزيمة كل من يعمل على سياسة القتل البطيء والقتل المباشر حيث لا ينتظر الناس صحوة المجتمع الدولي ولا يراهنون إطلاقاً على وصول المساعدات لكنهم يعتبون أولاً على أهلهم الذين عليهم أن يغادروا ألاعيب السياسة وتناقضاتها يكفي الناس أن ينتهي الانقسام وأن تعود اللحمة للبيت الفلسطيني من جديد فهو الدواء لأمراضهم وهو القوة التي تمدهم بإرادة قهر المخططات والأهداف الاحتلالية الإسرائيلية غزة في ظروف الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل كعقاب جماعي بما يخالف القوانين والقيم الدولية كافة غزة هذه معرضة لأن تشهد المزيد من الكوارث الإنسانية فكل ما يأكله ويشربه أهلها ملوث حين تبحث عن سبب لجوء الناس للشموع أو الفحم أو المولدات الكهربائية فإن أصابع الاتهام تذهب نحو طرف واحد وهو الاحتلال الصهيوني قبل سنوات أصدر البنك الدولي تقريراً يشير فيه إلى أن قطاع غزة لن يكون صالحاً للحياة بحلول العام 2020 وها هو الزمن يمر ولم يتحرك أحد في العالم لتحسين أوضاع الناس وجعل القطاع قابلاً للحد الأدنى من الحياة الآدمية
العالم يعرف أن المياه التي تصل إلى البيوت غير قابلة أو صالحة للشرب أو الطبخ، وهي أيضاً غير صالحة لسقاية المزروعات، حيث تظهر الملوحة في ثمار الأشجار والخضروات بكل أنواعها. هل نتحدث عن الصحة والنقص الفادح في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الحديثة وعدم توفر قطع الغيار لإصلاح الأجهزة البسيطة المتوفرة وتقادم عليها الزمن؟ الأطباء في غزة يخيطون بأصابع من ذهب جهدهم لإنقاذ المرضى، كما تخيط النساء الفلسطينيات أثوابهن المطرزة. ثمة أطباء أكفاء مشهود لهم في قطاع غزة، ولكن تنقصهم المعدات والأجهزة اللازمة، خصوصاً المتعلقة بالتشخيص. ونقرأ في صحيفة الجارديان، نشرت صحيفة الجارديان مقالاً للصحفية نسرين مالك تنتقد ازدواجية الغرب ونظرتهم لمونديال قطر. تقول الكاتبة: دولة قطر هي عاشر أكبر مالك للأراضي في بريطانيا منذ فوزها بحق استضافة كأس العالم. منحتها بريطانيا تراخيص بيع أسلحة بمليارات الجنيهات، بما في ذلك معدات مراقبة متطورة، حيث هناك علاقة خاصة مع لندن على وجه الخصوص، ويمكن رؤيتها في سجل ويست مانستر للهدايا التي يجب الإعلان عنها. تكمن الأسس القوية للبلاد، تقول الكاتبة، في ثروتها من الطاقة، حيث يتم تصدير عائدات الغاز عبر العالم بما في ذلك أوروبا، ويتم دعم قوتها الناعمة من خلال الاستثمار الاستراتيجي لفائضها من أجل إقامة روابط جيوسياسية ذهبية في الغرب ومعه كذلك. الرسالة من الحكومات عالية وواضحة، قال إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي: لا ينبغي لنا تسييس الرياضة. ما يعنيه حقا هو أن قطر مع الكبار، كيف إذن إجراء أي مقاطعة أو احتجاج فعال مع هذا النوع من حماية الدولة رفيعة المستوى؟ هناك نوع من الحراسة الثقافية التي تبرز هنا، حيث ينظر إلى الدول الأوروبية ذات تراث كرة القدم الأطول على أنها أكثر شرعية من الدول الناشئة الخليجية التي لديها القليل من الارتباط التاريخي بالرياضة. عدم حساب أخطاء الماضي يسمح لقطر بوضع نفسها كرمز للتقدم الدنيوي، ويمنح الفرصة للمتشككين مثل رئيس الفيفا جياني إيفانتينو للادعاء بأن البلاد تتعرض للتنمر. أما الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس
تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. نقرأ في الأناضول هذا الخبر، حيث اختار المهندس اللبناني عمر منيمنا أن يجسد أزمة بلاده الاقتصادية من خلال فن المصغرات المينياتور، ليصنع بذلك مشهدا يعكس حال اللبنانيين ومعاناتهم المعيشية وأحلامهم. ويعرف المينياتور أيضا باسم فن المنمنمات أو المجسمات فائقة الصغر، ويهدف من خلاله المصممون إلى تجسيد مشاهد أو أحداث بنسخ صغيرة منها، وهو يتطلب مهارة وحرفية عالية. وتحت عنوان تحية إلى شعب يعيش الانتظار على حافة الأمل، صنع نيمنا مشهداً سورياليا غير حقيقي إطلاقا، يجسد واقع اللبنانيين الباحثين عن بقعة ضوء داخل نفق الأزمة المظلم في بلدهم. المشهد هذا عبارة عن مجسم لطائرة سفر تحيط بها العديد من الحاجات الضرورية التي تشكل هاجس اللبنانيين منذ 3 أعوام تقريبا، أبرزها الطاقة والكهرباء والمياه، حيث تعاني البلاد من شح حاد فيها. وأقال المهندس نيمنا أنه قرر أن يجسد واقع بلاده من خلال مشهد يحاكي معاناة اللبنانيين وطريقة عيشهم في ظل الأزمة المتفاقمة. علاج طال انتظاره من المرضى المصابين بالسكري من النوع الأول، فبعد سنوات من التجارب أظهرت عمليات الزرع لما تعرف بجزيرات البنكرياس، بات مسموحا بها أخيرا من السلطات الصحية في العالم، أظهرت قدرة على تغير حياة المرضى بالسكري. لا تخفى ولا تخفي فاليري، وهذه تسمى فاليري رود ريغانز، رضاها لا تخفي عن النتائج الثورية لهذا العلاج. فقد كانت هذه المدربة المصرفية السابقة في 24 أكتوبر تشرين الأول الماضي من طلائع المرضى في فرنسا الذين خضعوا في المركز الاستشفائي الإقليمي في ستراسبورغ لعملية زرع من هذا النوع تحديدا في إطار الرعاية الطبية السائدة. لكنها تقول إنها عادت من جديد إلى الحياة منذ العملية، وتقوم هذه التقنية على إجراء عملية الزرع في البنكرياس لما تعرف بجزيرات لانجرهانس، وهي خلايا من البنكرياس مسؤولة عن فرز الإنسولين إثر سحبها من شخص واهب غير مصاب بالسكري وفي حالة موت سريري. والآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم بعناية من مواقع الصحف. بين عامي 2040 و2050 تقريباً ستتوقف الحياة المتحضرة كما نعرفها على هذا الكوكب، وحتى الانتقال الكامل إلى السيارات الصديقة للبيئة، كذلك الرقابة الصارمة على النسل لن يصلح الوضع نحو الأفضل. هذا ما تنبأ به الكمبيوتر العملاق وورلد وان المصمم للتنبؤ بالأنماط الحضرية وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية. وكانت صحيفة ديلي ستار قد نشرت توقعات وورلد وان لعام 2020، والتي خلصت إلى أن حالة الكوكب ستكون حرجة للغاية. ما الذي تعنيه التوقعات؟ الكمبيوتر العملاق تم تصميمه عام 1972 لصالح مركز أبحاث غير حكومي يضم نخبة من العلماء والاقتصاديين والصناعيين ورجال الأعمال من 52 دولة لديهم اهتمامات مشتركة حول تداعيات الزيادة السكانية والاحتباس الحراري.
تأتي توقعات الكمبيوتر متوافقة مع دراسات سابقة بهذا الشأن، ومن أبرزها الدراسة التي أجراها خبراء من مدينة ملبورن الأسترالية ونشرتها مجلة بيبول الأمريكية بشأن انقراض الحضارة الإنسانية بشكلها الحالي جراء الحروب والأزمات الطبيعية والاقتصادية الوشيكة ووصول الانبعاثات السامة إلى حدها الأقصى بحلول عام 2030. ولم تبتعد توقعات كثيراً عن دراسة عالم المناخ يوهانري كاستروم الذي توقع بأنه وفي غضون أقل من 50 عاماً ستبدأ الهجرة الجماعية من مناطق معينة على سطح الكوكب بسبب ارتفاع الحرارة بحسب صحيفة فرانكفورت الألمانية. علماء يؤيدون التوقعات. العالمان جيراردو أكينو وماورو بولونيا بدورهما توصلا إلى أن معدلات الاستهلاك البشري بالمقارنة مع تآكل الغابات سيؤدي إلى تدمير الحضارة البشرية في وقت قريب بحسب مجلة نيتشر العلمية البريطانية. فارتفاع متوسط درجة الحرارة في الأرض بسبب الاحتباس الحراري وارتفاع معدلات الانبعاثات الغازية سيؤدي إلى ذوبان الجليد في القطبين وارتفاع مستوى سطح البحر وحدوث جفاف عالمي في جهات من الكوكب مقابل فيضانات عارمة في جهات أخرى، إضافة إلى اندلاع حرائق الغابات وتحول بعض المناطق إلى أراضي قاحلة وغير مأهولة زيادة على انتشار الأوبئة الفتاكة والمجاعات. فهل ستسارع البشرية لاتخاذ ما يلزم للبقاء؟ ما رأيكم؟ إلى اللقاء.